استمرارا لسياسة تضييق الخناق التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الإيراني أعلن وزير التجارة الأمريكي والبروس أن واشنطن غرمت شركة زد تي اي الصينية للتكنولوجيا مبلغ مليار ونصف المليار دولار بسبب مخالفة قوانين العقوبات الخاصة ببيع معدات متقدمة لإيران ووفقا لمصادر صحفيه امريكيه فان وزير التجاره يرى ان العقوبات الماليه المشدده التي فرضتها الولايات المتحده على الشركه الصينيه تشكل رادعا للشركات الاخرى التي تفكر في التحايل على العقوبات الامريكيه